الأخاء الأهلي علي على ملعبه بيب حمدون وأمام جمهوره استقبل شباب الساحل. الأخاء دخل الجولة 18 بالمركز 11 ما قبل الأخير، والساحل بالمركز السابع. الفرصة الأولى بالمباراة كانت للأخاء علي همدر، بينطلق على الجهة اليمنى سريع، هاللاعب بيتقدم بيسدد الكرة قريبة من المرمى. من بعضها أيضا الأخاء سعيد عواضة على الجهة اليسرى بيلعب كرة عرضية رأسية من أليكسي خزاعة بتهز الشباك، لكن الحكم المساعد رفع راية التسلل والنتيجة بقيت سلبية. ركلة حرة للأخاء، كرة لداخل المنطقة، رأسية جديدة من أليكسي خزاعة وأيضا بتهز الشباك، وهالمرة ما في تسلل بالتأكيد. كان مصر على تسجيل هاللاعب ونجح بهالأمر، 1-0 للأخاء على شباب الساحل يلي كان غايب عن الأجواء. دايما مع الأخاء سعيد عواضة بيلعب كرة ممتازة للبرازيلي جوزيال داليما، جوزيال داخل المنطقة بيعيد الكرة لسعيد يلي بيسدد كرة سهلة بين يدي الحارس علي حلال. الشوط الأول انتهى بتقدم الأخاء 1-0، بالشوط الثاني انحصر اللعب بمنتصف الملعب وغابت الخطورة عن مرمى الفريقين. الأخاء حاول يضرب دفاع الساحل من خلال المرتدات، وهيدي واحدة منهم عبر حسين طحان، لكن الحارس كان الأقرب. محاولات أخيرة من الساحل يلي كان سيء جدا بهالمباراة، ركلة حرة من دون عنوان لعلي غليوم، الدفاع بيبعدها، ومن بعد الحكم أعلن نهاية المباراة بفوز غالي للأخاء على شباب الساحل، وفرحة مستحقة للاعبي الأخاء بعد هالمباراة. وبعد نهاية المباراة وعند نزول جمهور الأخاء لأرض الملعب للاحتفال مع فريقه بالفوز، اتعاملت بعض عناصر القوى الأمنية الموجودة بالملعب بطريقة غير لائقة مع الجمهور، الأمر يلي عكر أجواء المباراة.